بمناسبة زمن الصوم والتوبة، أحيت المرنمة الدكتورة هبة عباسي أمسيتها ترانيم روحية بمشاركة العازف ربيع حداد، وذلك في مزار سيدة الجبل عنجرة. رعت الأمسية التي نظمتها رعية سيدة الجبل الدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين، بحضور راعي الكنيسة قدس الأب يوسف فرنسيس وأمين عام وزارة السياحة والأثار الدكتور عماد حجازين، وعدد من الأباء الكهنة والراهبات وأبناء الرعية في الشمال. وقدمت خلال الأمسية المرنمة هبة عباسي باقة من الترانيم الخشوعية.